بشرى Said Ramadan, wakil dari Makassar. Perlu para hadirin sekalian ketahui bahwa Said Ramadan ini adalah anak dari pasangan Arif dan Ibu Rosbiah. Alladzina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa 'alaniyatan فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أن ألم تر أنا أرسلنا الشياطين ألم تر أن الله ألم تر أنا أرسلنا الشياطين تؤزهم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا اقرأ أول سورة الأحقاف سورة الأحقاف نسيت Berikutnya kami panggil Muhammad Arsyad wakil dari Kota Mobagu Provinsi Sulawesi Utara. Perlu para hadirin sekalian ketahui bahwa Muhammad Arsyad anak dari pasangan Bapak Basri dan Ibu Marsyawali.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فلما بلغ معه السعي قال يا بني أني فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أني أذبحك فانظر ماذا ترى Baca awal surah Fussilat. حميم تنزيل الكتاب كتاب تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم كتاب فصلت آياته مصدقا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون اقرأ آخر سورة البلد عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Peserta selanjutnya kami panggil Mutahhir Ansor, wakil dari Luwuk Palopo. Perlu para hadirin ketahui bahwa Mutahhir Ansor adalah anak dari pasangan Bapak Muhammad Ansor dan Ibu Umroh. Wasil hadhihi al-ayat. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
وقالوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اقرأ أول سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. Selanjutnya kami panggil peserta berikutnya, yakni Akh Nasrullah, wakil dari Sinjai. Perlu para hadirin ketahui bahwa Akh Nasrullah adalah anak dari pasangan Bapak Mas Siara dan Ibu Saida. واصل هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا
وَإِنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ لِقَوْمٍ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Ah, Siswandi Safari, wakil dari Makassar. Perlu hadirin ketahui bahwa Ah Siswandi Safari adalah anak dari pasangan Bapak Safari dan Ibu Baik Swarti rahimahullah. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Bisa diulangi. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه يا أيها النبي
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آخر سورة الانشقاق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بارك الله فيك وجزاكم الله خير.